من خوف وخفرة ومنقرع. أنت في كلمة محمد واسمك صلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحقيق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي فوزه على منتخب سويسلندا وتصدر المنتخب المصري للمجموعة الثالثة من التصفيات رفقة منتخب تونس واللي لسه هيلعب مباراته غدا أمام النيجر، وطبعا تحقيق أجيري للفوز الثاني مع المنتخب المصري، وده الأمر اللي بيأكد نجاح أجيري بتولي المنتخب المصري في الفترة الماضية. أهلا بكم في كورة شراب، وفي الحلقة دي هنتكلم عن نصيحة محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السابق للاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، وكمان ما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. تحدث زيدان مع إحدى المواقع الرياضية عن الهبوط المفاجئ في أداء محمد صلاح، وقال إن محمد صلاح بيقدم أداء جيد جدا رغم عدم تسجيله الأهداف في الفترة الماضية مع ليفربول، وكمان قال ما نقدرش نحكم على محمد صلاح حاليا خاصة وإنه واضح جدا تأثير الإصابة عليه. ويتحدث عن يورجن كلوب وقال يورجن من المدربين القلائل المتميزين الموجودين في أوروبا، وقال إنه بيعرف يتعامل نفسيا مع اللاعب قبل أي مباراة بيخدها، وده بيسهل على اللاعب التركيز في الملعب. وكمان قال إن كلوب بيدعم دعم كبير جدا لمحمد صلاح وشايل من عليه معظم الضغوطات في الفترة الحالية. واضح جدا من تصريحات زيدان دعمه الكبير لمحمد صلاح، وكمان ثقته في إن محمد صلاح لاعب كبير ويقدر يرجع لمستواه في الفترة اللي جاية. هل يا ترى صلاح هيقدر يرجع لمستواه الطبيعي في الدوري الإنجليزي؟ وهل مباراة هيدرسفيلد هتكون هي مفتاح انطلاق محمد صلاح من جديد؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مره تشوفنا عملنا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصل لكم فيديوهاتنا اول باول. وقبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش الصلاه على النبي،